صادقة على مشروع ميثاق السلوكيات الخاص بأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وهنا أخذ الكلمة باش نشرحوا هذا ميثاق السلوكيات. وميثاق السلوكيات اللي في النظام الأساسي الجديد 38/12 الذي أسر بالضرورة أن يكون متواجدا بالغرفة. هذا نظام السلوكيات لا تفرضه الغرفة بل يفرضه القانون. نحن مرينا في دورة أكتوبر 2021 بمقترح لنظام السلوكيات ترفع جامعة الغرف، ومن بعد ذلك جامعة الغرف رفعته الوزارة الوسيطة وزارة التجارة والصناعة، قاموا بتقرير موحد لجميع الغرف 12 جهة، وكذلك مر الوزارة الداخلية التي هي الوزارة المختصة التي أشرت عليه، ورفعوا لنا الغرفة من أجل المصادقة والتصويت، وكذا الباب مفتوح للإخوان اللي عنده أي تدخل أو أي ملاحظة في ميثاق السلوكيات. غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة رباط السلام والقنيطرة، فهذه النقطة أنا بدات حيتما اللي توصلت بهاد ديال الدورة توصلت بها الطريق اللي ما بينش بزاف، دونك ما قريتوش باش غير أنا فين كتجلى بدات هاد السلوكيات، يعني شنو هما بدات إذا كان شي شرح أكثر مفصل. ما كرهناش شي حدثنا فيه السيد الرئيس، هذا هو السؤال ديالي باش نزيدو نعرفو شنو هما وشنو هما بالضبط السلوكيات اللي كتقصد بها في هذه النقطه هذه. شكرا. التجاره والصناعه والخدمات، سيدات والساده المناضل الاعلاميه، الحضور الكريم، شكرا السيد الرئيس. ونحن بصدد النقطه السيد الرئيس ديال السلوكيات، خلينا نقرا في خاطري السلوكيات. النقطة المتعلقة بالسلوكيات التي على أعضاء الغرفة العمل بها، أريد أولا أن أتحفظ على صياغتها حيث كان من الأجدر عنوانتها من وجهة نظري بعنوان آخر مثلا كميثاق التعامل، لأن السلوكيات تعطينا الانطباع على أن أعضاء الغرفة لا يتبعون بسلوك لائق أو أنهم جاءوا من مؤسسة سجنية. وأنا أتصفح هذه الوثيقة السيد الرئيس التي توصلنا بها من ملف الدورة، وقفت من مادة 8 التي تنص على ما يلي: يلتزم كل عضو خلال ممارسة مهامه بقواعد التدبير الجيد وباعتماد منهجية عمل واضحة تخدم المصلحة العامة وتراعي قواعد الشفافية. هنا السيد الرئيس أظن من يجب عليه أن يمثل ويطبق ويتقيد بهذه المادة وأنتم السيد الرئيس، وأن تعطوا المثل لباقي الأعضاء بصفتكم آمر للصرف ومنفذ للميزانية التي هي كما تعلمون وثيقة التوقعات والترخيص، حيث بلغ إلى علمي أنكم رخصتم لأنفسكم بصفة أحادية بالأداء الأقدم أجور مكونين اثنين في تخصص المعلوميات بمركز التكوين التقني بقنيطرة، ومبلغ ضخم وصل إلى 11 مليون سنتيم في خط سافر لمقتضيات المرسوم الملكي المتعلق بالمحاسبة العمومية، حيث خولت لكم نفسكم سيد الرئيس أن تقوموا بتأدية هذا المبلغ دون احترام إصدار الالتزام بالنفقات وإصدار الحوالات دون التوفر على الوثائق البيانية التي تثبت هذا الأداء. وشكرا سيد الرئيس. النقاش ديال بعض النقاط المدرجة في جدول الأعمال بالنسبة للميثاق السلوك يعني أو السلوكيات، قريت فيه شي شوية وحقا عندي عدد واحد تقريبا شي ثلاثة ديال الملاحظات، أكيد أنه هو وثيقة موحدة واتفقوا عليها يعني أطراف أخرى، ولكن لا بأس يعني حنا يعني يعرضوا باش نصدقوا عليه، يعني لا يبدو لي أنه كان إمكانية ديال التعديل، ولكن لا بأس أنه نشير له واحد العدد ديال النقاط إلا كان يعني في المستقبل أنه يعني النظر إليها. في المادة الرابعة حول سرية المعلومات، يعني إلا قرينا المادة الرابعة غنلقاو كتكلم على أن المعلومات يعني سرية، وحنا في زمن الشفافية وأكيد أنه الدستور المغربي يضمن حق الحصول على المعلومات. المطلوب يعني من خلال هذا يعني الصياغه اللي كاينه في هذه الوثيقه هو توضيح وتفسير معنى وحدود السريه والتكتم، يعني باش ما تعطينا شي واحد نتائج عكسيه في حاله سوء الاستعمال ديالها، وفي حاله سوء الاستعمال يعني ديال هذا البدء ديال التكتم. بالطبع لا نشك في بعضنا البعض، ولكن
هذا نص تنظيمي سنعتمده في ممارستنا التدبيرية، وعليه أن يكون واضحا وصريحا. لماذا خمسة؟ كاين حتى يمكن في العبارة في الجزء الأول ديالها تجنب نقل النقاش في قضايا الغرفة إلى العموم. يعني هذه العبارة هذه في التسمين ديالها بشكل يمس بسمعة الغرفة وأعضائها، يعني الحيتيات بينها، يعني نقل النقاش حد ذاته إلى فضاءات أخرى أو إلى العموم ماشي مشكل، ولكن من باب تعميق النقاش والإنضاج ديال الأفكار، ولكن المشكل هو تعميق الخلاف أو الاختلاف، أو أن ينقل النقاش لا بأس، ولكن أن يستعمل لخلق سجال أو صدام هذا غير مطلوب، أو أن ينقل بشكل مغلوط أو مبتور أو محرف، هذا هو الذي يجب التنصيص عليه لمنعه. لذلك أطلب مراجعة صيغة التعبير الوارد يعني في المشروع، خصو إعادة ديال الصيغة ديالو باش نوضحوها للبوم. وتعبير في المادة 5 في الأخر ديالها كاين واحد العبارة، نسج علاقة إنسانية ومهنية وأخلاقية لتعزيز الشعور بالانتماء للغرفة. في الحقيقة يعني أنا كيبان لي أنه التعاملات ديالنا كلها في الحالة الطبيعية عليها أن تكون يعني هالمبادئ يعني تمارس بشكل تلقائي وطبيعي، ما يعني الجدوى من 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 الإدراج ديال هال 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 العبارة هذه، ما زعما بغيت نعرف يعني ما فهمتش ما القصد من إدخال هذه العبارة في معالجة مشاكل كانت، واش هو المشاكل اللي كانت قائمة، يعني هاد الناس اللي وضعوا هاد البند هذا واش نتاج ديال كيجاوب على شي حاجة كانت كثرات يعني في ممارسات في يعني في غرف أخرى ولا كذا، ما عرفتش. بالنسبة لي مجال استعمال هاد البند يعني هنا كيبوند يعني يعني كيحمل بزاف ديال التأويلات، واش هاد العلاقات هادي واش داخل فضاء الغرفة أو لا خارجه أو لا كذا، يعني عبارة صماء أدعو إلى إعادة صياغة هذا التعبير بطريقة أخرى أوضح وأفصح تحمل معاني التعامل الإنساني الحضاري واحترام الكفاءة التقنية والمهنية والتحلي بالأخلاق الإيجابية الراقية التي تعزز التماسك داخل مكونات الغرفة. آخر ملاحظة عندي هي في المادة 7، المادة 7 كاينه واحد يعني الدفاع يعني العضو المضمون ديال المادة 7 انه العضو كيدافع على المصلحه العامه اكيد، ولكن هنا كاين واحد الحيف، يعني ملي كيجي المصلحه الخاصه كيقول لك هو ما يدافعش على راسه، اذا دوك شكون غادي يدافع عليه، والا ما يعني شكون غادي يدافع على هذا السيد هذا. اما الحصول على الامتيازات المباشره ان كانت وفق القانون فلماذا سنمنعها؟ ولانه كاين عندنا هنا انا كان باستناد لهذه الوثيقه، لانه في الماده 10 تلقاو يشير الى وجود امتيازات مشروعه، راه خصنا نشوفوا يعني نرجعوا يعني نديروا واحد القراءه العلاقه ما بين الماده 7 والعلاقه ما بين الماده 10. لذلك اطلب تسميم العباره الوارده في الماده 7 باضافه الا ما يسمح به القانون. هذه هي اللي كانت يعني واحد يعني قراءة يعني سريعة في حقها، أتمنى أنه نكون وصلت للجميع الأفكار كاين. شكرا. ما كناش نرجع لها واخا نهضروا عليها، راه ما غاديش يمكن تغير، راه مسنية من عند وزير الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية وسيد رئيس الحكومة، هذا القانون اللي هو خارج في الجريدة الرسمية. وتنتمنى لأنك سمعت واحد الأخ اللي تكلم على الأداء ديال مركز التكوين، اللي تكلم على الأداء مركز التكوين، كنتمنى باش الإنسان هاد المسائل ديالنا اللي هي تكون هنا ما تخرجش في الجرائد، أنا راه مرضني هادشي، الإنسان إلا كاين شي حاجة يتذكرها هنا، واللي تنتمنى كي درت مع الأول هو نخدمو أون إيكيب، نخدمو فرقة وحدة. ونكتب إذا كان المكتب راه منتخب، إذا كان عارف كاين شي واحد اللي فيه 1.4 يعيدو يحضر معاه مع المكتب ويعطي داك الشيء اللي عنده، الإنسان ما يهضرش وراء الستار، يهضر في وسط المكتب ويهضر، هادشي اللي بغيت نقولو تحية ليكم. الرئيس له الحق في الرد على أي واحد من الأعضاء، المرجو من الإخوة الكرام ما يردوش أي رد، أنا فران وقد الحومة، عارف شنو نجاوب عارف شنو نخدم. والجميع تعرف شكون هو الرئيس شكون هو حسن الساخي وشكون المكتب اللي معاه وشنو المقاربة التشاركية التي أشتغل بها. شكرا، أبدا جد سعيد
في مستوى تدخلات الأعضاء ومناقشة ميثاق السلوكيات الذي ليس هو قرآن منزل. نعم، أشار عليه السيد وزير التجارة والصناعة، أشرت عليه وزارة الداخلية، كاين في الجريدة الرسمية، ولكن يمكن لينا ندير ملاحظات ديالنا. ما جايينش باش غادي نصوتو نقولو كلشي مزيان وغادي نمشيو جاي باش نشتغلو. عندنا مجموعة من الأطر، أخوات أعضاء وكذا عضوات وأعضاء الغرفة، يمكن لينا نناقشو ونرفعو توصيات. ممكن في الأمور نظام السلوكيات وطلب السي بوريش مجموعة من الملاحظات، وكذلك السي حسن الصافي تكلم على مجموعة من الملاحظات، والسي كمال الرعيدي. غنخلي الكلمة النائب الرئيس السي رشيد سامي باش يجاوب، ولكن قبل منها نجاوب واخا ماشي في جدول الأعمال، ومن الضروري الإخوان إلا كدا نناقشو نناقشو وسط جدول الأعمال، ولكن من يولينا في شبه اتهامات يمكن لي نجاوب. على ما أظن إلا كان شي واحد ما تيعرفش شنو تيقول خصنا نشرحو ليه. غرفة مؤسسة عمومية، ما عندش الرئيس رغم أنه أمير بالصرف، ما عندوش كارت فينشي يمشي يخرج الفلوس من لابونك، ما عندوش الحق غادي يمشي يخرج الفلوس من لو كونت ديال لابونك. على ما أظن شي واقيلا هادشي يكون من المؤسف شي واحد من الغرفة ما يفهمش راه فين كاين. رقم جوج، أنا ما يمكنش ليا كأمير بالصرف عندي مقاولة هاد الأساتذة اللي تكلموا عليهم تيشتغلوا في سيبيتا دي فاكاتير دي فريلانسر، ماشي موظفين للغرفة. هناك شركة هي اللي خاصة تيشتغلوا معاها، تخلصهم نقدا، تخلصهم فيرمون، تخلصهم ذهب، تخلصهم شاك سيرتيفي ليس من اختصاصاتي. أنا أدعو الإخوان اللي عنده شي كلام يجي وجهني، ولكن الهروب أنا السؤال الذي سأطرحه على الجمعية العامة، كيفاش كانوا هاد الناس يتخلصوا 30 سنة والسبات القنيطرة مفتوح؟ بغيت نعرفو الرئيس ما تيتلواش ليه دراعو بهاد الطريقة. أنا مسؤول وبالشفافية والباب ديالي مفتوح للجميع وتشتغلوا مع الجميع. هذا كلام اللي ما يمكنش رد عليه، وكان مجموعة الإخوان تقولي ما تردش، ولكن من تطرح في الجمعية العامة راني رديت عليه. شكرا لكم. تفضل. بسم الله. لما جاء في القانون 38/12 في المادة 44، يعني القانون أسمى من النص التنظيمي وأسمى من المرسوم. المادة 44 تتهضر على القانون الداخلي للغرفة اللي داز في الدورة السابقة باقتراح من المكتب، وتمت المسابقة عليه من طرف الجمعية العامة بعد المسابقة للوزارة الوصية. هذا المرسوم جاء في هذه المادة 44 أنه بناء الجمعيات العمومية ديال جميع الغرف ديال المغرب 12 غرفة، راه إلا شفتوها في الأخير ديال هاد المطبوع كاين على محضر الاجتماع ديال جميع الغرف ديال المملكة 12 غرفة، أنها ذات واحد مشروع ديال هاد ميثاق السلوكيات. نص تنظيمي هذا ما تيعنيش يعني لا يفوق قوة القانون. هذا واحد مجموعة من المبادئ والقيم اللي خاص يعني المنتخب يعني في الفترة الانتدابية ديالو يعني التزم بها. كما قال السيد الرئيس ماشي قرآن منزل، حنا غادي نمشيو على مسطرة ديال التصويت باش كنص تنظيمي اللي تم المصادقة عليه من السلطات الحكومية نصدقوا عليه، مع نشيروا للتحفظ ديالنا الملاحظات ديالنا بعد ما ذكر من خلال تدخلات بعض الإخوان. فعلا كاين هنا لبس يعني في التحرير، مي اللي مطلوب منا هو القيام بلا ما تكتبش هذا الشيء نورمالمون، بلا ما تكتبش يجب على المنتخب يعني أن تكون عنده هاد المبادئ بلا ما يحدثونا بهذا الكتاب. إذا أنا نرى هذا تكميلة، وربما كما قال الأخ الساخي في الملاحظات ديالو نقدروا مثلا في التعديل ديال النظام الداخلي ندخلوا الملاحظات اللي هي تنشوفوها هنا في ميثاق السلوكيات اللي هو تطبق على جميع الغرف يدخل في النظام الداخلي. إذا أنا هذا تصور ديالنا، والقانون راه أسمى من النص التنظيمي. بعد الملاحظات اللي قال الأخ في المادة 6/7 راه كاين المادة 27 صريحة في 38/12 يعني تتضارب المصالح بين المنتخب وبين المؤسسة العمومية، وماشي غير في ديالنا
جميع المؤسسات العموميه راه كاين هذا التنافي. اذا القانون راه ديجا كاين 27 الماده 27 36 12 وهذا الميثاق السلوكيات يعني تيجي تيوضح يعني بلي ديتاي. وتنتمنى ان نكونوا بحال جميع الغرف ونحاولوا يعني نصدقوا عليه ومع اثارات الملاحظات والتحفظات ديالنا. وشكرا. هي اللي يعني الشركه هي اللي كتخلصهم. واش هاد الشركه متعاقده مع الغرفه؟ هو السؤال ديال السيد الرئيس. وشكرا. نوضح بكل وضوح الصفقه الطلبيه الخاصه مع كابينيت فورماسيون ديورة قبل التاريخ من تبدا العمليه ديال الاشتغال. نحن نعرفوا مزيان قواعد الاشتغال، نعرف القانون شنو هو. واش تتخيل معايا غادي نمشيو شنو زعما هاد الذكاء زعما شي واحد الخارق اللي فكر به بهذه الطريقه؟ شكون غادي يخلص يجيب هاد الفلوس يخلص هاد الاساتذه؟ نخلصهم انا؟ يخلصهم شي واحد من الاعضاء؟ زعما شكون اللي غادي يخلصهم؟ ولا كان يخلصهم شي واحد ويعطينا هبه عندها قانون ديالها اللي غادي يمشي يخلص. الناحيه القانونيه شركه خاصه كابينيت فورماسيون عندنا طلب عروض خدات طلبيه هي اللي جابت كاين اساتذه تما ولا جابتهم اللي قراو الناس واستافدوا بالوثائق ديالهم وهادشي تجي ترفع للمكتب الوطني لوزاره التكوين المهني وكملوا العمليه خلصاتهم. تخلصوا من قدام تخلصوا مشارك لكم هذا موضوع زعما اللي تيفكر فيه خلينا نرقيو المستوى نطلعوه الفوق. كان عندك تساؤلات تنظن راني جاوبتك الاجابات كامله عندك اي توضيح انا معاك تنكملوا هذه النقطه. انا خصني نعرف عاديه مرحبا ماشي من حقي نعرف. شكرا لحقك والسؤال انا جاوبتك قلت لك ماشي في جدول الاعمال اخوان تيتكلموا جدول الاعمال انا جاوبتك خارج جدول الاعمال. انا طلبت منك اعتذر. لا علاقه له بجدول الاعمال. النقطه اللي كنتذكروا عليها هي السلوكيات من ناحيه اللي عنده شي ملاحظه على بحال اللي قال السي حسن على التغيير على الاسلوب على هذا. والسي رشيد راه عطى واحد التوضيح ومستعدين باش انه اللي عنده شي توضيح في القضيه الصياغه ما كاين مشكل. هذه نقطه خارج الموضوع وما كنقبلوش نهضروا فيها الان لان تكون في لان ماشي موضوعنا ديال الدوره. الله يرضى عليك وشكرا. معارض واحد مع التعديل خدينا القرار اللي قلنا هو تنوافقوا مع المراسلة التعديل ما يمكنش مرات في الجريدة الرسمية. حنا غادي نديرو مراسلة للوزارة الوصية إلى أخذت بعين الاعتبار تنشرح دابا حضرينا التصويت وغادي ترى من بعدنا وغادي نديرو التعديل وياخذوا بالرأي ديالنا. المعارضون واحد الممتنعون لا أحد. تمت مصادقة على مشروع ميثاق السلوكيات بالأغلبية.